نصلي على رسوله الكريم أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Now we will commence with our event. First part of our speech competition is Arabic speeches. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا لا منتهى له والصلاة على خير محمد العربي صلاة كثيرا تملأ المشرق والمغرب إخواني في الله الموضوع الذي اخترته اليوم ليتكلم حوله هو موضوع نفيس جدا حول أحد الأركان الخمسة في الدين فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم عمودا للدين والحج الذي يفرض على كل مسلم أن يوديه في حياته مرة واحدة على الأقل إن تواددت في شرطه قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن الحج تسديد الميثاق مع رب العالمين والإنابة لله تعالى بقلب خاشع وعين دائمة ونفس نادمة على الماضي إنه سفر مبارك جدد المسلم في عظيم آيات الله تعالى ويرى كيف سعى جده الأكبر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام في عصر وبأسلوب آخر يمكننا أن نقول بأن الإسلام هو إطاعة كاملة لله سبحانه وتعالى بلا تكفير إخواني الطلب موضوع اليوم الصلاة الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام لقول نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ ذكر كان بالأنثى قد فرضت الصلاة في مكة قبل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم إخواني في الله الموضوع الذي اخترته اليوم ليتكلم حوله هو موضوع نفيس جدا حول أحد الأركان الخمسة في الدين فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم عمودا للدين قال الله سبحانه وتعالى إنا جعلناهم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم لغة العربية لغة جميلة وسهلة وتعلمها إن الإنسان بسهولة إن الدين عند الله الإسلام الإسلام معناه خضوع والإتاد والترك للعصيان بل هو المدون كامل للحياة الإنسانية أنا أحب اللغة العربية كثيرا وأتعلمها بشوق لأنها روح القرآن الكريم ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة الإسلام أرجوكم أن تقرأوا الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما من كافر ولا ملحد ولا شيوعي ولا ديمقراطي ما حامل رأيت من أي مذهب إلا يعرف أن هذه الذي أتحدث عنه أمامكم اليوم الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ ذكر كان أو أنثى قد فرضت الصلاة في مكة قبل هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم إخواني الطلبة موضوع اليوم الصلاة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا هو وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إخوة الأعزة لا تنسون موتكم في أي حالة إن الدين عند الله الإسلام الإسلام معناه الخضوع والإطاعة وترك العصيان وهو مدون كامل للحياة الإنسانية بأسلوب آخر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله